السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام ولبيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مع البخاري أريد أن أسرع في أبواب البخاري. طيب، هنا ما زلنا مع كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة. الحسم هو وضع اليد في الزيت لقطع الدماء، لإيقاف الدماء، للتسهيل بعد قطع اليد. نعم. قال لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، يعني حتى لقوا حتفهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلطة أبو يعلى من الثقات، حدثنا الوليد الطالسي وهو من الثقات الأثبات، قال: حدثنا الأوزاعي علامة الشام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، عن يحيى هنا عن سعيد الأنصاري، عن أبي قلابة، قال عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، عن أنس وعن السبع من كلا نبي الأمين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرانيين ولم يحسنهم حتى ماتوا. ثم قال رحمه الله: باب لم يصف. لسه ننتهي من هذا. طيب، الله يهديك. ماشي. هنا قال ابن المنذر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد الرجل، رجل من سرق، ثم قال: احسموها. في إسناد مقال، لكن العلماء اختلفوا فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين كذلك. فقال الطائفة من السلف: كان هذا قبل نزول آية المحاربين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم ولم يحسبهم وصلبه، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن المثلى. حياكم الله وبياكم علي، أحسن الله عليكم. فنسخ حديث العرانيين. روي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وابن الزناد. وقال الطائفة أنه غير منسوخ، وهو الصحيح محكم، بل ورد من الصحابة أنهم فعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بالعرانيين، ورد من الصحابة كذلك. وقال الطائفة أنه غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل بهم الشارع ما فعل قصاصا، لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ذكر أهل السير. وروح بن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن العرانيين قتلوا يسارا الراعي ثم مثلوا به واستاقوا اللقاح. وذكر ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم عمن حدثهم أن محمد بن طلحة عن عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدا يقال له يسار، فجعله في لقاح له يرعى في ناحية الجماء، فخرجوا إليها فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قريش، فلما استوبأوا المدينة، وذكر قصة العرانيين بأنهم بعدما أمرهم السلام أن يأخذوا يحتربوا إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبالها، قتلوا الراعي وقتلوا وأخذوا واستاقوا إبل الصدقة. نعم. والحقيقة بأن حديث العرانيين قد طبقه بعض الصحابة، فعلوا ذلك، وفعل الصحابة له دلالة على أنه لم ينسخ. قد ورد أن الصديق حرق عبد بن إياس بالنار لارتداده ومقاتلته للإسلام وعداوته لأهل الدين، وحرق علي الزنادقة، وهو قد قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة ووضعهم فيه، ورأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمنجنيق، كل ذلك من باب المصلحة المفسدة. يعني المسألة هنا ترجع إلى مقاصد الشريعة والنظر إلى ما يصلح من نظر ولي الأمر، فالمسألة راجعة على اجتهاد ولي الأمر. وقيل نهي عن المثلى نهي، ليس نهي تحريم ولكنه على الند، لأنه فعل بذلك بهم ويكون. ولكن ذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه في العرانيين ثابت لم ينسخ شيء، وقد حكم الله في كتابه بأحكام وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وزاد في الحكم ما لم يذكر. فهذا الزاني أيضا زاد عليه الرجم وأيضا الجلد مع التغريب، فهذه زيادة من السنة النبوية. وألحق الوالد بالأم ونفاه عن الزوج، وجمع العلماء وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به. حقيقة نقول بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين يعني ليس منسوخا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصاصا، لأنهم قتلوا الراعي وأيضا سملوا عينه، فلذلك قتلهم وقطع أيديهم ورجلهم للسرقة وسمل عينهم قصاصا،
ولم يحسمهم في هذا الباب، يعني الحسم هو كي بالنار، لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم عطشا أنهم فعلوا ذلك بساقي النبي صلى الله عليه وسلم أو براع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قصاصا. ولكن حديث العرانيين ليس منسوخا. ثم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل عن غيب المنقري عن أنس. ستوجز السنة كلها؟ نوجز نوجز ماشي في ساكن. عن أنس رضي الله عنه. أما أنس هو من السبع المكسرين على النبي الأمين. نعم رضي الله عنه. أنه قال قدم رهط من رهل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فيجتووا المدينة فقالوا يا الله أبغينا رسلا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذودة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة رحمه الله سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. نعم هذا الحديث أيضا فيه القصة، قصة العرانيين الذين جاءوا المدينة، جاءوا المدينة يعني ما استطاعوا، استوخموا المدينة، ما استطاعوا الصبر على لوائها وجوها، فقالوا أبغينا رسلا، قال ما أجل لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله. أضافها للنبي لها تأويلان، إما أنها كانت إبل الصدقة وفيها أيضا من إبل النبي صلى الله عليه وسلم فغلب على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال إبل رسول الله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموكل في التصرف فيها بأبي هو وأمي، فأمرهم بإبل الصدقة أن يشربوا منها وأن يستلقوا منها وأيضا أن يعني يشربوا ألبانها وأبوالها. فلما سمنوا وصحوا قتلوا الراعي واستاقوا الزوج فأتى الطلب بهم. شوف قطع أيديهم وأرجلهم للسرقة، هذه محاربة. سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الراوي، وقتلهم لأنهم قتلوا الراوي الراعي، وزاد عليهم بذلك تعزيرا لأن هذه من باب أيضا المحاربة لله ولرسوله. ولذلك أبو قلابة قال نعم أجدد وضوء بس لأنه احنا داخلين على الباب الثاني، انتظر. وأبو قلابة قال سرقوا وقتلوا، أبو قلابة قال سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. شو انظرونا لأنه بين لك القطع للسرقة، القتل للقتل، حاربوا الله ورسوله وصلبهم وسمل أعينهم من أجل القصاص لأنهم سملوا أعين الراعي، لذلك ليس منسوخا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ماشي تفضل هات الباب الذي بعده. وقال رحمه الله باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد من الثقات الأثبات. حماد بن زيد من الثقات الأثبات. عن أيوب بن أبي تميم السختياني من الثقات الأثبات. نعم. قال عن أبي قلابة. من هو؟ عبد الله بن زيد. أبو قلابة عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد من الثقات الأثبات. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رهطا من عقل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عقل قال قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة رحمه الله هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني انظر هنا أتى بكلية الأمر حتى يعرف لما حدث معهم ذلك من القتل والصلب والقطع وأيضا عدم الحسم، حسم اليد، والإجماع قام على أن من واجب عليه الحد سواء كان بلغ النفس أم لا أنه لا يمنع شرب الماء لئلا يجتمع عليه عذابان. وقد أمرنا بالإحسان، إحسان القتلة وإحسان الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم سقيا العرانيين يعني قتلهم عطشا أيضا، وأيضا حسم مدتهم، واحتمل كما قال المهم أن يكون تارك عقوبة لهم لما جازوا
سقي النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللبن حتى انتعشوا بالارتداد والحرابة والقتل. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك كما قلت قصاصا، لأنهم فعلوا بالرعي ذلك، تركوه بلا ماء وقتلوه عطشانا، فلذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأمر، فمنعه الماء لأنه منع الراعي الماء، وعدم ولم يحسم أيديهم لأنهم أيضا لم يحسموا يد السارق، لذلك كان الأمر قصاصا منهم على الراجح الصحيح في هذه المسألة. فترك ذلك عقوبة لهم أيضا وردتهم عن دين الله جل في علاه. ورد ما روى ابن وهب عن معاوية ابن صالح ويحيى ابن أيوب عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: فعمدوا إلى الراعي غلام رسول الله فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعم أنه قال: عطش الله من عطش آل محمد، فهم فعلوا ذلك، فكان ترك سقاتهم إجابة له. وهو هنا الآن لأنهم فعلوا ذلك بالراعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك. فإن قلت قال أنس في هذا الحديث فذهبوا بإبل النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتاب المحاربين بإبل الصدقة، وجه ذلك كما قلنا هي إبل النبي، وهي تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، إما له إبل حقا له مع إبل الصدقة، أو أن الإبل جميعا تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك وتوزيع ذلك للمسلمين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو مصرفها. وفي قول ترجل النهار حتى جاء بهم فيها دلالة على قوة المسلمين، وأنهم ما تركوهم حتى أتوا بهم، فأمر بالمسامير فأحميت سمل أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، وأيضا قطع أيديهم أرجلهم لأنهم سرقوا، ثم صلبهم تعذيرا أنهم من المحاربين في الأرض. الذي بعده باب فضل من ترك الفواحش. قال حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام بن سلام عندي بالتخفيف سيدي أبو عبد الله ابن السلمي. ماشي. أبو عبد الله السلمي من أسقاط الأزبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن وهب ابن المبارك سيدي، عبد الله بن المبارك الرجل المبارك رضي الله عنه وارضاه، هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر المصغر ثقة، نعم، من أصحاب الكتب الست. قال عن خبيب بن عبد الرحمن، هو نزل بالحديث، خبيب من الثقات الأثبات، نعم. قال عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم أيضا من الثقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه رضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، أسرع، نعم. قال حدثنا عمر بن علي، ثم حول السند قال: وحدثني خليفة، قال حدثنا عمر بن علي، قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. نعم، من ضمن لي يعني بين رجليه وبين لحييه ضمنت له الجنة. نعم، هذا حديث أصلا في ترك الفواحش، اذهب توضأ عشان نأتي بالبلد بعد، يعني هذه في ترك الفواحش الشاهد منها أنه قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال إني خاف الله، وأيضا في هذا في قول: من ضمن لي ما بين رجليه والحياء عن الفرج واللسان من الغيبة والنميمة ومن الزنا ضمنت له الجنة توكلت له بالجنة. هذا الشاهد من الترجمة، موافق للترجمة موافقة تمام. والحديث فيه كثير من المسائل، طبعا الخوف على النفس من أن يقع المرء، يوسف نفسه قال: وإلا تغفر لي وإلا تصرف عني كيدهن أصف لهن وأكون من الجاهلين، وقد قال السلام: تركت ما تركت فتنة أضر أجل من بعدي من النساء، وقال أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، حفظنا الله وإياكم من كل شر ومن كل مكروه، اللهم أمين رب العالمين. ولكن الحديث حديث عظيم جدا، سبعة، وهذا هل هذا يكون على الحصر ليس على الحصر بل هو على التمثيل، وأيضا كل من تمثل بذلك يدخل تحت الحديث. سبعة يظلم الله يوم ظله يوم القيامة في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وهو أضاف الظل له، وليست الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف بل إضافة مخلوق للخالق.
لأن الظل المقصود به هنا ظل العرش، لأن في مسند أحمد جاءت زيادة قال سبعة يظلون الله في يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظل عرشي. وذكر الإمام العادل أن العدل من أهم شيء، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يهدم عروشا. الدولة الكافرة إن كانت عادلة فإنها ترتقي وتبقي يعني تبقى قائمة، والدولة الظالمة تنهدم ولو كانت حتى مسلمة وموحدة. الظلم ظلمات. وأعجل العقوبات البغي، أعجل العقوبات على الإطلاق البغي الظلم. وقال شاب النشف في عبادة لا أنه تدرب من نعمة أظفاره على أن يعني يصرف نظره وبصره وقلبه لله جل في علاه. ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه خوفا وقربا وشوقا من الله جل في علاه. لما فاضت عيناه صدق قلبه، هو أولا صدق قلبه وصار نقيا، فأجرت دموع الله في عيونه شوقا وخوفا ووجلا. ورجل قلبه معلق بالمساجد، الطاعة بعد الطاعة والطاعة بعد الطاعة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إظهار لصدق التعبد لله جل في علاه. ورجلان تحابا في الله، هذه أهم شيء، حتى لو الزوجان المحبة التي فيهم تتنامى وتتسامى بالحب في الله، وأن الرابطة أصالة هي رابطة الله جل في علاه، هذه لا تقل، تزداد وتزداد وتتنامى، ولا تزيد بر ولا تنقص بالجفاء، بل تتنامى حتى تصل إلى الفردوس الأعلى. ورجل دعته امرأة هذا الشاهد من الحديث ذات منصب وجمال إلى نفسها، فقال إني خاف الله رب العالمين، نجا من براثنها ومن شراك الشيطان ففر، وذلك يتجنب ذلك الرجل. ورجل صدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. والمعنى أنه كان صادق الإنفاق، وأن أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لذلك فإنه يعني أخفاها. والحديث الثاني قال من ضمن لي بين الحياة وبين فخذي ضمنت له الجنة، المعنى أنه أمن من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الأخيار، وأمن أيضا من الزنا، والزنا هو إدخال الفرج في الفرج مهما كان أي شيء، لكن الزنا هو الذي هو المقصود هنا في هذا الباب، هو إدخال الفرج في الفرج، إدخال الحشفة في الفرج، هذا كله يكون زنا. ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ الجميع. البخاري روى حديث أبي هريرة عن محمد بن سلام عن ابن المبارك وأما الجياني فذكر من غير نسب إلى سلام، ثم قال محمد هذا نسب ابن السكن والأصيلي ابن مقاتل، ونسب نسخة أبي الحسن ابن سلام، والأول هو الصواب وهو محمد بن سلام. الفوائد المستنبطة: فضل الحب في الله، نقاء القلب يجر الدمع في العين، احتراز المرء من فتنة النساء نجاته، إثبات ذل العرش لله جل في علاه، عقاب المحاربين لله جل في علاه، عقاب تنوع، والمسألة راجعة لاجتهاد الإمام، والمسألة راجعة لاجتهاد الإمام. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.